السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أناجيت. تبعتوا معنا الأشغال ديال هذا الطريق منذ اليوم الأول اللي كانت عندنا الانطلاقة من جانب المقبرة، وتقسمت لنا على جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى مشات لنا البريبري، والمرحلة الثانية دخلت لنا لعنق الجبل. من بعد ما كانت واحد المجموعة ديال التوقفات نتيجة الأمطار استأنفات الأشغال، بارك الله ما شاء الله. تبعتوا معنا البارح الأشغال ديال عملية وضع ديال الكرات والوضع ديال لي تاسمو. مرحبا مرحبا، الله يستر أمرك الله يستر أمرك. الكرات ديال عملية الحساب ديال الطريق، واش غتنخفض واش غتطلع، واش هنايا شدوا لينا هاد المسافة من عند المدخل هنايا من هاد الرون بوان، من حدا ليكيب ديال سولسيف، وجات لينا حتى لحدا هاد العمود الكهربائي. هنايا كانوا معنا الجواكرية طلعوا لينا الفوق، بقاو لينا هنايا ثلاثة. مهمة ديالتهم دائما كيتبعوا لنا هاد الأشغال، تبارك الله ما شاء الله، الله يسر لهم الأمور. هنايا نيفلوز غدا جاية غدا جاية غدا جاية، كتواطي وكتريقل الأمورات ديالها. اليوم غادي تكون معنا، كاينة معنا شركة سول سيف، سيف سول سيف سول سيف، اللوغو ديالهم شو كيفاش داير. شركة من الشركات هادو راهما الأولين في المغرب، سيف هما الأولين في المغرب في هادشي ديال الدريناج فيرتيكال. شي هاد الماكينة كيديرة، لكن نضرب لك الزوم صغروه فوالا شو كديرة طويلة. لا ما سيدي عليك في الطول ديالها، ومشات لينا سولسيف دائما. مرحبا، الله يسر امركم الله يسر امركم. معروفين كيجيو كيديروا لي طواليت العساسه، كيديروا لهم المسائل ديالهم، تيديروا لهم الاداره ديالهم. معروفين دائما عندهم الماتيريال ديالهم ديال سميتها البوست ديال الضو، كيخدموا بالليل الخدمه ديالهم بروفيسيونيل. الاله هي هادي، كيتكلفوا بها حتى كيكونوا فيها السائق، تيكون معنا كاين واحد المجموعه ديال الاشغال. غتبعو معكم حاجه بحاجه باش تفهم هاد السميطات. شوم كيدخلوا هنايا 10 متر تحت الارض. هنايا شنو كاين عندنا؟ هنا قاعد الميمان كاملة اللي كتهبط من الشعبات وكتهبط لنا لهاد الضايا، حيت هادي دابا ناب. نفس الخدمة اللي كانت عندنا مع ان جي او جينيرال روتير، ونفس الخدمة اللي كانت معنا اللي كانت في, 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 في السوق ديال الخضر مع الاس جي تي ام. هاد المكان معروفين بهاد الخدمة ديالتهم، ومعروفين تا كاين واحد الدراري ولاد المحمدية تما معروفين بهاد الخدمة. أول حاجة
خصو يرد البال مع هذيك. اول حاجه كيدخلها كيحط كيضربها في العلامه الزرقاء من بعد ما كتهبط لينا العلامه الزرقاء التكنيسيان التقنيين تبارك الله ما شاء الله صافي كيحبس السلسله كتم العمليه ديال القص طق تيركب واحد الحديده شو كديره كترجع كتحول لينا للجهه الاخرى عاود ثاني كتحرك راه هي غاديه كتنزل على العلامه الزرقاء اول جيره جاي مهود قطع عاوتاني بالمقص صافي كيركب هذيك اوكي هاد الحديده واحد الحديده فشكال اجي نوريهم دايره بحال الطالوش شوف صدور اولا مسودي الله يزر شي وهذا الحديد عنده لي نورم ديالو شوف وعندهم شو دايرين طالوش طالوش صغير ملس دخل من هنايا باش كتضرب فاش تطلع ملي كتكون طالعه صافي كتلصق مع الارض عجيب شوفي السدور كيفاش داير اخي حديد كبير كاليتي كل حاجه وعندها حريفيه ديالها كل حاجه وعندهم كاينين حتى واحد ليكيب ديال لي سي اف خوتنا احبابنا ديال المحمديه تحيه لكم كاملين حتى هما عندهم ماتيريال مجد حتى هما كاين سولسيف وكاينين الماكن ديال القباش هو عنده هذا الماتيريال شوف عجيب وشوف هاد القضيه دابا عندهم هذاك السطل ملي كيقطعوا دوك الطريفات ديال سميتو دوك الطريفات الصغيورين اللي كيشيطوا لهم بحال هكذا شوف بحال دابا الطريفات جمعهم وحطوهم هنا هما شوف هاد الميكا وهادشي معروفينو ماشي هو الطارو ديالهم تيحطو فيهم داكشي نقيقي عندهم الماتريال ديالهم تيديرو هنا هنا ما سيدي عليك صافي تيديو البوبيل خدمة عندهم تبارك الله ما شاء الله نشوفو اخوتي كل حاجة الخدمة ديالها عجيبة هانتوما اللي معمرو شاف هاد العجبة هو تشوفو مع انيس نشوفو عاوتاني تتحط هنايا كيديروا واحد المثلث كيديروا واحد المثلث في الارض بحال خويا شنو نوريكم جمعوا هاد اللعيبه هي نعطيكم الصحة نعطيكم الصحة كاين مثلث كيديروا مثلثات رشحتها لكم في الفيديو الاخراني عبارة عن مثلثات تحت الارض بحال هكا هذا مثلث
هذا مثلث، هذا مثلث، وغادي داك المثلث تيحطوه بالكباري ديالو تيخدموا به. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء خديتوا فكره، عرفتوا شنو كنخليكم على خير، كاين غير الله الوطن الملك وانا نمشي.